السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أموركم تمام والأهل كويسين وإن شاء الله أمور بتصير الأحسن. تاريخ اليوم 24/4/2023، تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوء، والتفكير في كيفية تقوية العقل والقلب، تاريخ مميز علشان نقدر ندعي أكتر وأكتر، وإنه دائما هندعي دائما صبح وليل، ولما نسوق السيارة لما نكون فاضيين ندعي للناس العايشين الله يشفيهم من جميع الأمراض، أمراض النفسية، أمراض الاجتماعية، أمراض الاقتصادية، أمراض الصحية، أمراض الأخلاقية، أمراض الإيمانية. وإذا صار في محبة بين الناس بتروح الحروب وبتخف المشاكل والأمراض، وما بيصير في أي فقر في العالم، كل الناس بيصيروا أغنياء الحمد لله إذا كان في محبة. والله يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، كل شيء وارد، البشرية عم تتطور وكلنا إحنا عندنا المجال إنه نطور نفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا إحنا غيرنا نفسنا، أهم شيء نغير نفسنا، نغير أهدافنا، وإن نضبط النية. أهم شيء نضبط النية، قلب نبيل ونية طاهرة، هذا رأس المال للمشروع العظيم اللي حيطول معنا في الدنيا والآخرة وحيكون معنا أبدي. اللي في الدنيا مشاريع كلها كويسة بس كلها فانية، كلها رايحة، ما في شيء حيضل معنا إلا المشروع الأبدي، إنه إحنا نكون صابرين في جميع الأوقات، شاكرين في جميع الأوقات، محسنين في جميع الأوقات، نحسن للي أزونا، نحسن للغرباء، نحسن لأصحابنا، الإحسان بدعوة، إحسان بنية. وما في أحسن شيء من الدعاء، الدعاء بيرقي الروح للعايشين وللميتين. دائما قلنا للميتين الله يرقي من أرواحهم كلهم، أولهم محمد مهدي يكسر والدي اللي أنا دائما بدعي له صبح وليل، ولكل الناس اللي بعتبرهم كمان بقول لهم أنت زي والدي، أنت زي أخوي، أنت زي، ما في أحلى من هالدنيا هاي إنه الواحد يتعرف على عائلة جديدة. حنبلش نقرأ هذه